ودكاكين وورشات ومستودعات لسيفه بتدوروا فيها. بدكم تستعجلوا كثير. ها يلا اطلعوا على البيك اب. يلا امشوا تحركوا. دير بالك على اختي. خذ هي كمان. حقي اوعك تشي قبل ما تلاقيها. ماشي يلا عمي يلا يلا عمي ناطرينك. شو منروح؟ منروح. اوه اكتشي قبل ما تلاقيها. سيارتي احسن. ليش واقفين؟ يلا يلا امشوا يلا. وين انت وليه؟ شو بدك تعملي؟ ترمي حالك؟ مو عالي شوي؟ لا تقرب علي، لا تقرب. هي لا تهوري، خليكي عندي. لا نطت. رمت حالها المجنونة ولا؟ يحيى امر اغا. يحيى انزل لشوف. لك هاي المرة مجنونة رمت حالها لتحت. فورا اغا. احكي ولا تتحركوا. احكي ولا بقوصك. وين اغاكم؟ احكوا لك لوين خطف البنت. نقتلكم كلكم. ها نحن ما عندنا خبر عن اغانا. امشوا. ماتت اغا، ماتت. الله يلعنه. امشوا من هون بسرعة وامسحوا هدول بلا ما يشوفوا أسامة. الله يلعنك وليك. الله يلعنك. يلا مكانك ولك اوعى تتحرك. وين اغاك ولك؟ ما بعرف. قول وين هو ولك؟ ما بعرف. ولك اغاك خطف اختنا. وين ولك؟ والله ما بعرف. تضرب مشو. اجتمعوا لعندي. شفتوا سيفو؟ لا ما شفنا سيدي. ما مر لهون؟ ابدا سيدي. لا ابدا ما شفنا. شوفوا، انخطفت بنت ونحن شاكين انه سيفو هو اللي خاطفها. فرجاء يا شباب، اذا بتسمعوا اي شيء او بتاخذوا خبر لازم تبلغونا فورا. حاضر سيدي. حاضر سيدي. لازم تساعدونا اكيد، مفهوم يا شباب؟ لك ليش ما عم بتردوا؟ فهمتوا ولا لا؟ مفهوم سيدي. مفهوم سيدي. مفهوم. معناتها عم نستنى خبر منكم. ماشي 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 عمرك سيدي. خلاص. حاضر سيدي. ماشي يعطيكم العافية. يلا 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 يلا. لا جمو لا ما لقينا شيء. وانتو؟ لا ما في خبر من الدرك كمان. ماشي ماشي.
عذبناك معنا مراد آغا، لا تواخذنا. حقي خرف بوقت تاني وبموضوع تاني، بس مو بهذا أبدا ومو بهذا الموضوع ومو لإلي أنا أبدا. كيف الواحد بيكون وقت بيفقد اللي بيحبه؟ أنت بتعرف أكتر. صحيح، أنا اللي بعرف أكتر. إذا بيكون صاير مصيبة على آيسل، وإذا ما لقيناها، إذا أنا فقدت نهائيا، أنت مراد آغا، أنت بتعلمني ها؟ بتعلمني كيف بينعاش مع هاد الألم، كيف بموت، كيف بموت. بتعلمني من دون ما حسس حدا ويفهم حدا، اتفقنا ها؟ هاي ما حدا بيحسن يعلمها لحدا يا حق. ما بيتعلمها الإنسان غير لحاله. وغير هيك أنا ماني مشتهي أبدا إني أعلمك هالشي. رح تلاقي آيسل، عم تفهمني؟ خلص بقى سيفو، اترك الجهاز وجعنا راسنا. عم شوف إذا لقوا المرة. إذا لقوها شو بيصير؟ ما هي ماتت. ماتت ما هيك؟ ماتت، تأكدت منيح من وريدة. عم قل لك هي المرة ماتت آغا. أنا بدي أرتاح شوي. لا تضوجوا. أنا طالع أعمل جولة برا. ماشي يحيى ماشي. هاي المرة عايشة ها؟ ايه شو بنعمل يعني؟ خلينا نخبر الإسعاف. التنفس تحت السيطرة والنبض بطيء بس منتظم. وعي المريضة مفقود يا دكتور. بدي فحص أشعة وبدي مسح رنين مغناطيسي وتخطيط بسرعة. حاضر. هاي سين ما بتسمعك يا سيد. رح تشفى؟ بعده بلا ما نضيع وقت. حقي حقي تعال تعال امشي. وين لقيتوها؟ مرمية تحت التلة. حقي عمي عمي شو صار؟ وين آيسل؟ فوتوها لجوا. كيف وضعها؟ فوتوها لجوا. قلت لك شو وضع ابني؟ وضعها ما بعرف اختي ما بعرف. عمي احسن شي نروح نحكي مع دكتورة ماما زينو. يلا عمي انت لا تعمل هيك، لا تصير هيك، ما بيلبق لك، ما بيليق بعمي. شو اللي ما بيلبق لي؟ شو اللي ما بيلبق لي جمو؟ احكي، كون عاجز ومسكين؟ اللي منحبهم عم يروحوا جمو، اللي منحبهم عم يروحوا وبياخدوهم منا وبيرموهم من تلة لتحت، ونحن ما عم نحسن نعمل شي. عاجزين ومساكين جيمو، عاجزين ومساكين. العثور على الباحثة الأثرية آيسل جونر هذا الصباح المفقودة من ليلة البارحة، وهناك شكوك قوية بأنها خطفت في موقع شتل بنار. سيفو سيفو شوفي ولا ولمعرفة جوب البنت ما ماتت. سيفو تفرج على التلفزيون، على التلفزيون. وقد بدأت الشرطة عملية واسعة النطاق حول القضية، سنوافيكم بالتطورات خلال الأخبار القادمة. يحيى أمر آغا، قلت اللي ماتت البنت ها؟ على أساس ماتت ولك؟ ما عندك عيون يا جحش تعرف ماتت ولا لا؟ هيك ولا؟ سيفو لا تضربه، لا تتدخل أنت. فرجيك كيف الموت ولك؟ فرجيك؟ ها؟ فرجيك ولا لا؟ سيفو شو رأيك؟ سيفو لا تعملها. ورجيك علمك كيف الموت؟ خلص عليك ولك؟ والله تفقدت يا آغا. اتركوه يا سيفو. لو مو ميتة كنت سيفو طول بالك بقوصها براسها.
سيفو دروب خلص عليها فورا اغا. منال عمل قدامي هدي حالك سيفو. منال عمل قدامي سيفو. لكن اللي انت من خلقته بقى اطلع. تركني بلاك تركني فاشلين. لك عود وهدي حالك يا سيفو. ما بيصير هدي حالك. عنده ارتجاج بدماغ، نزيف داخلي بالبطن وضلعين مكسورين، غير هيك في كسور مختلفة بالساق اليمنى، بس الأهم الارتجاج بدماغ. والنتيجة؟ 48 ساعة الجايين مهمين، غير هيك يمكن تحبوا تعرفوا في أثار صراع عنيف بجسم المريضة، بس بعد المعاينة ما صادفنا أي أثر لاعتداء جنسي ولا أي شيء تاني من هذا النوع. الظاهر عزبوها كتير بعدين رموها من التلة. هاي ملخبطة شوي. شو قصدك؟ الآثار اللي على التلة من فوق، بعد ما دورنا منيح ما لقينا غير آثار أقدام آيسل. الآثار الثانية وهي لثلاث أشخاص وصلان لمسافة معينة واقفة هنيك. طيب هي شو منفهم منها؟ إنه آيسل ما ارتمت من قبل حدا من فوق التلة. آيسل هي رمت حالة من التلة حقي، يعني نوع من محاولة الانتحار. ليش لا تعمل هيك؟ مشان تحمي حالة. قبل شوي قال الدكتور انهم ما اكتشفوا اي اثر لاعتداء جنسي، هذا السبب. يعني هلا انت عم تقول لو ايسل ما رمت حالها عن التلي احتمال كنا عم نحكي هلا بشي تاني. بدكن تسمحوا لي مرة تانية عليها العافية. تسلم سيادة الضابط. انا كمان طالع، خدوا راحتكن. ربت حالة من على التلي مشان شرفها. اختي بلا ما تموت هاي البنت، ما تموت حتى امن شوي بالدنيا وابقى واقف على رجلي. سلام يحيى. ليش متلبك؟ في غراض بدنا ناخدها. اختي مزين انت حضري للاغا شنطه داخليات وقمصان وطعوم. ماشي رح حضرهم. أخي حكمة تعال معي شوي. تعال حكمة. ماشي. خود هاي الشنطة وحطها على الطاولة وافتحها بسرعة. هدول لازم يروحوا للأغا. مشي. الشنطة اللي عم تحضرها الاخت مزين على راس الحارة في دورية مدنية، وانا طالع راح يفكروني رايح لعند سيفو ويلاحقوني. انا بجرهم وراي وبدورهم فترة طويلة. بعد خمس دقايق تاخد الاخت مزين وبتروح على محل ما بدي دلك. ماشي؟ ماشي يحيى. تعرف قمش لوبل؟ كيف لازم يكون قلب الوحدي حتى ترمي حالها عن تلي حتى ما حدا يغبر على شرفها؟ قلب مثل الجمر اختي. من حالتها هي بتعرف قديش هي بنت شريقة. اختي بتعرفي لما بتطلع عليها بشوفك انتي. شايف مزبوط. شبابي انا، مستقبلك انت. الله ما بيترك حدا وما بيتخلى عنك. اخ يا اختي اختي امشي. لا الحمد لله الدكاترة طمنونا. عمي ان شاء الله تمام بسرعة. يلا انتو روح، ما في شي تعملوه هون. معقول هيك عمو؟ معقول خليك لحالك؟ ابني هو رايد يبقى وحده، مزبوط؟ مزبوط. اذا بتحتاج شي واذا لزم شي اتصل فينا. ماشي بتصل. يلا ابني يلا دير بالك على اختي.
كيفك؟ وضع منيح؟ نايمة لسه ما وعيت على حالها. نحن تحت نازلين على الكافيتيريا. روحوا لا تعذبوا حالكم. أحسن القعدة بالمضافة؟ منيح مثل ما بدكم. بتريد تعرف بشو عم نفكر؟ بعرف بشو عم تفكروا. لو ما لواصلة آيسل اللي ما كان صار فيها هيك. برأيك هذا مزبوط؟ مزبوط مع الأسف. رح تعيش عمو، رح تعيش. ألو نعم؟ ايه دقيقة اختي هاجر بدون ياكي. الو هي انا يا هاجر مزين عرفت محله لسيفه. تسلمي اختي مزين. خير اختي؟ شي خبر مو منيح؟ بالعكس منيح. نفدتي. أنا فكرت ما عاد رح شوفك أبدا. رح تشوفيني، رح تشوفيني كتير حتى تقولي منين بليت حالي بهذا الزلمة. لا تتحركي، عندك كسور كتير. ها شكلي فظيع ما هيك؟ ما في أفظع من هيك. بس بدك يعني وأنا بهاي الحالة. آيسل حلي عني، أنا حبيتك. تذكرتي؟ هيك بتنتهي القصيدة. أنا بحبك. استني رح خبر الدكتور. إنك بتحبني؟ لا إنك فقتي. هاي النتيجة ما نمت ابدا. مريضتنا فائت. ممتاز منشوفها فورا. شوفي اختي في مشكلة؟ عرفت لك محل سيفه. قلتي لحدا؟ ما قلت لحدا. امبارح بالليل وحدة من معارفي القدما راحت على محل مقاعد سيفه. اخذوا له اغراض من البيت. محل اسمه جومش لوبيل، عنده هنيك بيت جبلي، بيت واحد من شركات سيفو السابقين. من المراقبة للمركز. عم بسمعك. قبل شوي مرت سيارة حقي أغا مسرعة كتير ماشي على الطريق العام رايحة باتجاه موقع جومش لوبيل. بما أنه قريبين اطلعوا ورا. هاي الروحة مو خير أندار، انتبه منيح. تأمر سيدي. امشوا.
اشتبعوا بدنا نروح. الهليكوبتر فكرة منيحة. بدنا نستنى لتعتم العين. قريب التسعة بتنزل الهليكوبتر بالسهل اللي ورانا. برأيك الإيرانيين بيستقبلونا منيح؟ ليش لحتى ما يستقبلونا؟ المصاري بتعمل كل شيء. هاي البيت هنيك. انتبه لحالك، في حراس كتير حوالين البيت. استري ما شفتي منا أختي. شو هاد؟ شو عم يصير؟ ارمي سلاحك ولا لك. ليك كيف عم يهربوا؟ جبناء امشي ولا سيفو، ما بنقدر نضل هون، بنوقع بالفخ. سيفو ما في حل تاني. اطلع لعندي يا واطي. عدم مؤاخذة سيفو، لهون وبس. وقفوا لك، لك لا تروح. اطلع لبرا ولك. سيفو انا شاي. لا يا سيفو. لك ليه لعلك شو جحش؟ من خوفك قوصت الزلمه الغلط سيفو. قابض عليه يا ابني. ارفع ايدك، لا تحرك. الكل لتحت بسرعه. سيفو واقف محلك، دير وشك. انا ما قوصت حدا من ظهره، حتى اخوك ما قوصته من ظهره. ارمي سلاحك، التفت لك. والله انك بلوح. بابا انتي يا هاجر. ما بقى رح تحسن تقتل حدا يا سيفو. اختي هاجر شو عم تعملي؟ شو جنيتي؟ لازم اقتله يا حقي اغا، هاد قاتل ابني. انا كنت لازم موتك من زمان. اختي اتركي السلاح، بتصيري مجرمة. تركي، هاي شغلتي. رح أوصه. أختي تركي. اثنيناتكم اتركوا سلاحكم، اوعكم تعملوا شي غلط. هاجر لا تسويها،
اتركي المسدس. ما بقى رح تحسن تقتل الاولاد يا سيفو. هلا خلصت، هلا اخذت بداري، اخذت بدار بلال. يا ريتك ما عملتيها. لازم حدا يعملها، لازم حدا يعملها، بس مو انت حقي اغا، مو انت. انت لا تصير مجرم، انت كون مبسوط، انت روح كون مبسوط. يلا يلا يا شيخ، رجاء ممكن تقومي؟ قومي يلا، قومي يا اختي قومي. مجند يلا تعال. رجاء يلا ندخل. يلا بابا يلا تفضل. أنت آيسل جونر بنت حكمة، هل تقبلين حقي بويطلي ابن جمال الدين زوجا لك؟ نعم. أنت حقي بويطلي ابن جمال الدين، هل تقبل آيسل جونر بنت حكمة زوجة لك؟ نعم بقبل. وأنتما هل تشهدان؟ ايه منشهد منشهد. وأنا بصفتي رئيس بلدية أورفا أعلنكما زوجا وزوجة، مبروك. برافو. مبروك مدام عيسل، مبروك حتى يا الله. الله يبارك فيك. برافو. ايوه هوب هوب هوب.
هاي يلا يا شباب سمعتوا سوا يلا انبسطوا ايوه ماما بالاخر حققتي مرادك يا سيد زينو اسلم رجاء يلا شباب لقدام الطاوله خلينا ناخذ صوره للعيله كلها بيصير يلا 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 يلا, يلا. مرت عمي خلينا نجرك برافو شو قاعد صغيرة شوي ما فيني أكلها برافو انت منيح ام مراد منيح ليش عم تسأل؟ شفتك شارب الكبار أحياناً بيشربوا رفقاتي من الجامعة هون ما بدك تتعرف عليهم عم مراد؟ بلا بتعرف شو رأيك؟ شو رأيك نروح ناخد إفادة الشباب اللي عم يحبوا حوالين أختك؟ ممكن أخد إفادة البنات؟ سير سيري يلا نشوف أها كيفك عم ناس؟ عم مراد فرعان اهلا وسهلا اهلا فيك مرحبا شباب اهلا وسهلا اهلا مرحبا أهلين فيك مرحبا اهلا وسهلا يلا انبسطوا بوقتكم برجع لعندكم ايوه بعد تقطيع الكاتو هلا دور الهدايا ايوه منبلش من ماما زينو من ماما زينو شويه اساور للعروس الله يبسطك من اخت العريس عقد 24 قيراط شكرا اختي دور رجال ومن رجا اغا اسوارة مرصعة بالنهاس نعم وياتي قائد مخفر الدرك ملازم اول علي مبروك الله يبارك فيك ويبارك في العروس وبعد المباركة هديته تعال شو هذا بالسعادة وطول العمر ويفاجأ ملازم أول علي بخفة ظلة ويلبسهم الكلبشة زعف يا الله ألف مبروك والرقيب أول إيديه فاضية هلأ وقت الرقص ما بنحسن نرقص بعرسنا مأسوقة على أساس في شي كمل معي من قبل شو قلت روحي؟
والله كنت عم بقول معك حق، رح تبقى غصة بقلبي. كذاب. تلبق لهم السعادة للشباب، ما هيك يا ست زينو؟ السعادة بتلبق للكل آغا. عن جد؟ عن جد. حضرت الملازم اول، شو رح تعمل؟ لا تشغل بالك رقيب، اول وقف هدول الاثنين فورا. امرك سيدي فورا. اغا خلص اغا راحت، يعني عم قول لو تقوم من فوقي. عفوا عفوا ست زينو، لا تاخذيني، شردت شوي. ايه بين هالعالم. يا خلص بقى لا تقلبي وشك. ما شاء الله ما شاء الله، تتحمل تقل كبير، وزنك بيتحمل كتير. يلا يلا يلا، ما بصير عمو، قوم يلا. ما بصير عمي، ما بصير. يلا يلا تعالي تعالي. شو تعالي؟ انا كيف بدي ارقص؟ يلا ما بقدر. ايوه على النص على النص على النص على النص. يلا ارقص انا. يلا هلا هلا ايوه هلا. ايوه 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 ايه مبسوطة؟ انا ما فكرت لاقي السعادة بمحل كتير مختلف عن اللي فكرت فيه، مع انسان مختلف، بس لقيت احسن الكل. شوفي 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 العرس منيح. شايفة هالعرس هاد؟ مو يوم من العمر، هو كل الحياة. فهمتيني؟ كلها. تعرف رجاء، احيانا بتصير شغلات منيحة. والله ما فهمت عليكي، ممكن تتضحي لي اكثر؟ كلامك غامض شوي. مثل اليوم يا رجاء، مثل هيك يوم. يلا رجاء ماما زينو، يلا الدبكة، يلا ماما زينو، يلا يلا يا شباب، يلا يلا هالصورة. والله امي ماما شو عم يقولوا هدول؟ يلا قوموا شباب قوموا. بدنا نوقف بالدبكة؟ نحن ما كبرنا على هالشغلة. والله يمكن انت كبرت على هالشغلة، هيك ايام بتكون خاصة يا رجاء آغا، بس انا ما كبرت. ايه ها يلا 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 رجاء آغا يلا. شو تركتونا لحالنا؟ ما حدا بده يتبر. يلا بابا بلشوا انتوا بالاول. يلا والله عيب عليكم. ايه يلا تعال تعال نفرجيهم لهدول. يلا تعالوا ورجيهم. هلا ها وهي محرمه كمان. هلا 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 Yeah.